بسم الله. العنصر الثاني في الدرس الأدفاق التجارية، اللي هو الأطراف المتداخلة في الأدفاق هذه. فما زوج أنواع، الأطراف الحكومية والأطراف ما هيش حكومية. الطرف الأولاني هو دور القوى الرأسمالية الكبرى في مخاضمتها بالطبيعة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، اللي هم قاعدين يسعوا في التحرير المتواصل للتجارة، معناها كل شيء حر في إطار نمط اقتصادي ليبرالي حر، حرية رأسمالية، حرية القائم بالطبيعة على حرية التبادل التجاري من غير حتى حواجز، من خلال إنهم يطبقوا برامج الإصلاح الهيكلي اللي تفرض المؤسسات الدولية هذه كما البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على الدول الجنوب. ثاني حاجة في الأطراف الحكومية هذه هي الشركات عبر القطرية، كما شركة كوكاكولا المقر بتاعها في أمريكا، لكن عندها فروع في برشا أقطار في برشا دول، لذلك تسمى شركة عبر قطرية، معناها موجودة في العالم أجمع. ينتمي أغلب الشركات هذه في دول الشمال، في الدول المتقدمة، وهي المحرك الأساسي للتجارة في العالم. تستفيد من التقسيم العالمي للإنتاج، وهي تتهيمن على قرابة النص 66% حاجة كيفك من الأدفاق التجارية العالمية. كما تضغط الشركات هذه على حكوماتها وعلى الدول متاعها وعلى المنتديات الاقتصادية، كما منتديات أفوسي تعمل محسوب كل عام تحضر له برشا دول، باش وتأثر على القرارات هذه الكل باش تحرر التجارة العالمية خدمة بطبيعة لمصالحها من غير ما تراعي مصالح الدول الأخرى، وخاصة الدول التعيسة الدول الفقيرة بتاع الجنوب. ثالث طرف حكومي زعما هو اللي هو المنظمة العالمية للتجارة، تخضع بطبيعة لهيمنة دول الشمال والشركات بتاعه اللي تعمل على التحرير كما قلنا ومتواصل ومتبادل للتجارة بين الدول، من خلال بالطبيعة انهم يخفضوا في الرسوم والمعاليم بتاع الديوانة بالمعاليم الجمركية وإدارة الاتفاقيات التجارية بالطبيعة، وانهم يفضوا زعما النزاعات والمشاكل بين الدول الأعضاء في وسط المنظمة هذه. آخر طرف حكومي اللي هو الأطراف الجديدة اللي في وسط المنظمة العالمية للتجارة، هي أطراف بالطبيعة التجارية لدول الجنوب اتكتلت في إطار مجموعات، أهمها مجموعة العشرين اللي تتزعمها بالطبيعة البرازيل باش زعما الدافع على نصيب البلدان النامية من أدفاق التجارة العالمية، وهنا تتصدر لهيمنة دول الشمال المتواصل. دول الجنوب تتفيق بتصحصح. الأطراف الغير حكومية اللي هي منظمات غير ربحية، ما هيش تجري وراء الربح، وتجاوز عدد متاعها أكثر من 1000 منظمة في العالم، كما التحالف بتاع الجنوب، جنوب في الجنوب بالطبيعة أوكسفام، اللي تدافع على حق الدول بتاع الجنوب بالطبيعة وتنظم المظاهرات المناهضة للعولمة، المناهضة اللي ضد الرأسمالية، ويقصدوا من النشاط بتاعهم بالطبيعة هو إنهم يرسوا نظام تجاري عالمي معادل ومتوازن ومتكافئ بين الدول الكل، يراعي بالطبيعة مصالح دول الجنوب من غير ما تتغول عليها دولة أو دولتين ولا قطب من الأقطاب العالمية تحب تهيمن وتسرق وتنهب وتسيطر بالحديد والنار. هذا العنصر الثاني. المرة الجاية نعطيكم العنصر الثالث والأخراني في الدرس، ونبدأ في درس الأدفاق المالية.